3 بيتكلم عن الناس المشتركة في مشروع التخرج واللي بيتأثروا بيه. يعني أول حد في المشروع هو الطالب. الطالب مفروض زي ما قلت إن هو المشروع معمول عشانه، عشان خاطر إن هو يبدأ يتعلم ويستفيد منه، وإن هو لازم يكون عارف إن هو مش كورس طبيعي زي أي كورس، لأ ده فيه مش بعدد ساعات زي الكورس العادي، لأ ده هو محطوط عشان تبدأ إن أنت إيه تعرف المشاكل اللي ممكن تواجهك قبل بعد كده هتواجهها ازاي، وتحدد برضو طريقة تفكيرك وطريقة حلك للمشكلة بيزد على المشكلة اللي هتواجهها، لان في طرق تفكير مختلفة بتبقى الواحد بيحددها على حسب، بتبقى على حسب برضو شخصية الشخص وعلى حسب برضو الكيس اللي موجودة قدامه بتبقى عاملة ازاي. ده الستودنت. عندكم فكرة ليه مشرف على مشروع يقول للطلبة بتوعه أنا مش هكمل معاكم؟ ممكن إيه الأسباب؟ أنا مش بتكلم على الكيس دي. إيه زي إيه؟ أداء الطلبة يعني. مثلا إيه؟ أداء الطلبة الدكتور ما كانش متوقعه كويس من الطلاب اللي عايزه، هو اعتذر علشان هو مش دوت طموحه إن هو يوصل لحاجة زي كده، هو طموح الدكتور إن هو عايز يبقى طلاب ملتزمة شغالة على مشروع تطلع له أوتبوت كويس، في نفس الوقت ترفع من اسمه وتبين للدكتور ان هو كان شغال مع الناس صح زي ما هو عايز. لكن الطلاب ساعتها ديت اللي هي ما عملتش اللي هو الدكتور كان عايزه او طالبه، فهو بيترقضي بيبتدي ينسحب من عنده. تمام، في شكرا. ممكن عنده ظرف خاص في مثلا في الكتاب ده ان شاء الله هنوصل لها جزء بيوضح لك، بيقول لك ايه اللي ما تعملوش مع المشرف عشان ما يزعلش منك، واخد بالك؟ مهم جدا بعض الهنتس كده اللي بيها حاجات بتضايق المشرف منك، فتحاول تتجنبها عشان تبقى ايه العلاقه طيبه وديه طول الوقت. اتفضل اتفضل محمد. تمام يا دكتور. ايه بقى الريسبونسابيلتيز بتاعت الطالب؟ بيبقى دوره كتير قوي. تحب اقراهم ولا لا مهم ان انتوا تبقوا عارفينهم. ولو في حاجه مش واضحه وضحها لزمايلك. تمام. الديسكشن اند بلاننج اوف ذا بروجكت توبيك وذ سوبرفايزر، ان هو يبدا ان هم يتكلموا مع السوبرفايزر ويخططوا، يعني يقعدوا مع بعض مثلا الاول يعملوا بلان للمشروع هنمشي، يكون مثلا في خطه زمنيه ايه الحاجات اللي احنا متوقعين ان احنا نعملها في كل مثلا فيز في الكيس بتاعتنا. خد بالك الخطه الزمنيه لابد انها تبقى ابديتد. انا ما فيش حاجه اسمها مشروع بعمل خطه زمنيه دلوقتي واقعد خلال سنه كامله ما فيش ابديت للخطه نفسها، لا عادي تتعدل طبقا للظروف الجديده. ماشي اتفضل. تمام. بعد كده carry on the project based on the planned schedule and structure، ان هو يبدا يشتغل اصلا بقى فيعمل التاسكس بتاعته ويبدا ان هو carry on المشروع على مدار السنه، وان هو يبدا يعمل reporting للسوبرفايزر ان هو مثلا لو حصل اي حاجه، حصل مشكله او حصل اي جديد او progress في المشروع يبدا ان هو يبلغ السوبرفايزر اول باول. وثالث نقطة ان هو يعمل documentation للبروجرس systematically، يعني هو ده اللي انت المفروض بتعمله طول الوقت. يعني ما ينفعش ان انت تجيلي بعد المشروع مثلا يخلص في سنة او 9 شهور انت تيجي في الاسبوع الثامن انا ابتدي اكتب، لا ده انت بكل حاجة بتعملها لازم تدوكيومنت ليها، وانا وصلت لكذا وفاضل لي كذا والمرحلة الجاية كذا، وهو ده ميزة الميتنج مينتس، عملنا ايه واتفقنا على ايه وهنعمل ايه الاسبوع الجاي. طبعا صعب ان انت تفصل كل النقاط، لكن قدامنا نص ساعه لسه. اتفضل، اكيد في عينيكوا على الوقت. تمام ماشي حاضر. اخش بقى على السوبرفايزر. السوبرفايزر بيبقى شخص مسؤول عن مسؤول المشروع ان هو يبدا يوفر الجايدنس وان هو يوجه الطلبه، مش بيتدخل او مش بيشتغل او بيعمل حاجه بايده في المشروع، بس هو موجود بس ان هو يتاكد ان المشروع ماشي على نهج صح، يعني احنا مش ماشيين مثلا غلط، يعني بس ما عملناش الانالايز قبل الميجر، يبقى مثلا لو احنا عملنا كده يبقى الدكتور يقول لنا ان انتوا كده مش ماشيين صح في المنهجيه. الريسبونسابيلتيز بتاعته ان هو يبلغ الانستراكشن بتاعت الديبارتمنت، لو في مثلا القسم طالب حاجه معينه او دوكيومنتس معينه، او قسم مثلا في طالب جايد لاينز معينه لازم تكون موجوده في كتاب في ريبورت المشروع، الدكتور بيبدا يبلغها.
بعد كده يقول لك ال يعني يبدأ يديك نصايح بقى عن الايفالويشن كريتيريا، يعني اللجنة اللي خدوا بالكم يا شباب ان ال 100 درجه اللي هي في الفاينل دي موزعه 25 كذا على البرزنتيشن، 30 كذا على الريبورت، مش عارف ايه على الدسكشن. هو ده اللي يقصده، دي معايير تقييم ولازم تبقى واضحه. مفيش حد يقيم واحد ومن غير ما يقول له المعايير اللي انا هقيمك على اساسها. يعني انا الماده بتاعتنا من 100 على اي اساس الدرجات هتتوزع؟ ده اول كلمه تتقال في اي كلاس. اتفضل. تمام. وبعد كده يبدا يوفر جايد لاينز مثلا للمشروع والريبورتنج، يعني زي ما حضرتك عملت مثلا وفرت تمبلت للميتنج اجندا وتمبلت للميتنج مينتس. بعد كده يبدا ان هو يعرف الطلبه فاهمين ايه واصلين لحد فين مثلا في الفيلد بتاع البروجكت، ويبدا ان هو يساعدهم يقول لهم مثلا يعملوا يقروا عن كذا او يوفر لهم تريننج معين يساعدهم ان هم يكملوا المشروع بسهوله، يعني ما يتعطلوش بسبب قله النولج اللي عندهم مثلا. بعد ان هو يعمل ليدنج للميتنج. بالله عليكم نقطه رقم 4 دي هل متوفره في كل مشاريع انتاج او على الاقل انتاج؟ هل الناس بتلتقي كده كل اسبوع ولا المشرف بيسيبهم كده وبتعالوا لي وقت ما تخلصوا؟ مفيش حد مثالي بيعمل ميتنج اسبوعي كده اعتقد، مش عارف صح ولا غلط. هل انتوا عارفين زمايلكم بتلتقي كل اسبوع ولا انتوا بتروحوا تشتكوا لهم ده الدكتور عايزنا كل اسبوع معاه؟ لا مش كل اسبوع. تكونوا بتشتكوا كان بيبقوا تقريبا لا هو لا تقريبا كان بيبقوا لثلاث اسابيع كل شهر او كل فيز مثلا تشيك بوينت هم محددينها، مثلا زي كان في اللي هو التقديم بتاع اكاديميه البحث العلمي ان هم طالبين فند في حاجه زي كده، وطبعا لو اترفضوا تعمل لهم ريجكشن للفند ان هم مش هياخدوا، فبيضطروا ان هم برده يقوموا عاملين برده ميت. فهو يا اما بيبقوا على حسب ثلاث اسابيع من شهر او على حسب التشيك بوينت هم محددينها. تمام كمل باقي 25 دقيقه. تمام. بعد كده السوبرفايزر دوره برضه ان هو يوفر فيدباك عن الشغل، يكون هدفه ان الطلبه تبدا ان هي تحسن من نفسها بحيث ان هي توصل لاحسن نتيجه واعلى تقدير يعني في المشروع. لو في اي باد كواليتي او شغل مش معمول صح او شغل مش يقول لهم، لازم يقول لهم لكن ما يجبرهمش على حاجه. خدوا بالكم يا شباب السكه اللي انتم ماشيين فيها دي غلط. طب يا دكتور احنا مقتنعين باللي احنا بالسكه اللي احنا ماشيين فيها دي وان احنا ماشيين صح، المشرف ساعتها يقول لهم طب ماشي اعملوا اللي انتوا عايزينه. كمل. تمام. اخيرا بقى الاكزامينر اللي هو الشخص اللي بيكون مسؤول ان هو يبدا يقيم الطالب ويقيم المشروع، ده بيبقى فيه نوعين من الاكزامينرز، نوع اللي هو الكواليتي ايفالويتر والكواليتي اشورر. في واحد اللي هو الكواليتي ايفالويتر ده اللي هو بيبدا يقيم في الاخر خالص على البرزنتيشن اللي بيقدمها الطالب وعلى الكتاب او الريبورت اللي بيقدمه في اخر السنه، يبدا هو يتناقش معاه بعد البرزنتيشن، من البرزنتيشن يعرف هو فاهم الموضوع ولا لا، وبعد كده يبدا ان هو يساله اسئله يعرف منها هو ايه مدى استيعابه للمشروع قد ايه. في بقى الكيس الثانيه اللي هي الكواليتي اشورر، ده بيبقى شبه الكواليتي ايفالويتر بس ان هو بيبدا بيقيم، بدل ما بيقيم في الاخر بيقيم على مدار السنه، بيبدا بيحدد، بيبقى في مثلا القسم بيحدد تشيك بوينتس كل فتره معينه يبدا ان هو بس لو طل الطريق في لحظه يعدل له بالظبط ان هو عشان تشيك بوينتس بيقف عندها عشان لو في مثلا غلطه او حاجه يبدا ان هو ينبهك ان انت يلحق. لان هو بيبقى هو اللي بيقيم في الاخر، ان هو بيبقى عارف هو عايز ايه، فبيقول يبدا يقول للطلبه خلي بالكم من كذا وكذا وكذا. دور الاكزامينر بقى ان هو يبدا يعمل كونسيدريشن لكل حاجه بيقدمها الطالب في مثلا في البرزنتيشن او في الريبورت بتاع المشروع، والمشروع نفسه يبدا يقيمه على اساس هو مشروع قوي ولا لا. بيبدا يقيم برضو يشوف المشروع، هل المشروع مهم ولا لا، يعني المشروع ليه اهميه معينه، بيقدم فاليو معينه لمصنع مثلا معين او لصناعه معينه. بعد كده بيبدا ان هو دوره ان هو برضو يقيم كل طالب على حده، يعني ان هو ما بيبقى فيه تقييم جماعي وتقييم فردي برضو، لان
بيحدد فيه كل طالب اشتغل قد ايه ومدى استيعابه قد ايه، ويفهم برضو في المشروع قد ايه، ويبدا يقيم البروجكت معمول له مانجمنت كويس ولا لا، يعني الناس مشيت على جدول المجهود معين. متوزع، المجهود متوزع على مدار السنه ولا ده شغل لشهر او اسبوعين؟ بالظبط، ان هو حتى يبدا يبين، يبقى يدي نصحه بعد كده الفتره اللي جايه، عشان لو الواحد اشتغل على مشروع بعد ما اتخرج يبدا يعرف يوزع وقته قد ايه، لان بعد كده بيبقى الوقت بفلوس.